من هو المشرف المؤقت الجديد للمجلس التعليمي في هام تراميك؟ في يوم الأربعاء الأول من مايو آيار، وافق المجلس التعليمي في مدارس هام تراميك العامة على تعيين مشرف مؤقت. وافق المجلس على تعيين جيم لارسون شيدلير مشرفا مؤقتا للمنطقة. يشغل لارسون شيدلير أيضا منصب المدير المالي لمدارس هام تراميك العامة. أوضح شيدلير أنه سيسعى لخلق بيئة يمكن من خلالها للطلاب تحقيق أهدافهم، وقال: ما نحتاج إلى القيام به كمنطقة هو خلق بيئة يمكن للطلاب من خلالها تحقيق أهدافهم والوصول إليها. وأضاف: أحب أن أرى الطلاب يشاركون ويصلون إلى إمكاناتهم الكاملة. واستدرد: أريد إنشاء بيئة مواتية من الروضة حتى الصف الثاني عشر. وقال: أريد عندما يغادر طلابنا أن يقولون: إن تلك كانت أفضل سنوات حياتنا.